اسمع رين، انظر، سنأخذك معنا حتما إلى حفلة أخرى، لكن اليوم هناك حفلة للفتيات فقط. ديانا أرجوك، أنا أريد الذهاب للمنزل. انظر انظر، إنه يتغزل بها حقا. أمل أن يدخل سماين. أمل ألا يفعل. رين، أنا أخبرك مرة أخرى، هذا لن يحدث مجددا، وإلا صداقتنا ستنتهي. لا أفهم. مرحبا سماين. سماين، رين فقط أراد أن يذهب معنا للحفلة، لكن شرحت له أنه لا يمكن له ذلك لأنها للفتيات فقط. اسمع سماين، لا أحب رين ذاك. آه، يقول أنه صديقهم لكنه يتغزل بديانا. كارينا، لقد أحببته. قد أخبرتك أنه أفضل من ديما. ماذا؟ طبعا إنه رائع جدا ورقصه مذهل. هل عجبتكم؟ كنت رائعا، أنت الأفضل. صفقوا. أنت رائع جداً. أعلم. أنت ترقص بشكل رائع، هل ستعلمني؟ حسناً عزيزتي. أيتها الخضراء، أنا أول من حجزت رقصة معه، صحيح راين؟ بلوندي، أنا مدين لك بألف وخمسمائة، وأنت ستيلا عليك أن تدفع ألف، وأنت زيني ثلاثمائة، متى ستدفعون؟ اسمع آيس، أصدقاؤنا سيدفعون لك قريباً. أجل، إنهم أغنياء. إذن يمكنك أن تصنع لنا لاتيه بالدين. بنات، أينهم أصدقاؤكم الأغنياء؟ أنا لا أراهم. لن أصنع لكم شيئاً بعد الآن. اسمع آيس، أصدقاؤنا أغنياء جداً، لديهم سياراتهم الخاصة. غداً سيأتون ويدفعون لك. هم فقط ليسوا في هذه المدرسة، هم في الثانوية. بنات، غداً عندما سيأتون سأعطي لكم اللاتيه بعد أن يدفعوا لي. آيس، أتريد أن تتورط؟ غداً ستكون في وردة كبيرة مع أصدقائنا. طبعاً ديانا، لقد تأخرت مجدداً، لن يكون هناك تدريب اليوم. أخبريها أن تسرع المدرسة، مملة من دونها. أجل، آيس غاضب جداً. اسمع بوني، يمكنكم إعارتنا المال؟ أصدقاؤنا سيأتون غداً ويطلبون لكم اللاتيه أيضاً. آيس بخيل، رفض أن يعيرنا. بنات، اتصلوا بأصدقائكم واطلبوا منهم أن يأتوا ويطلبوا لكم اللاتيه. كنوبا، أين هي؟ ديانا، متى ستأتين؟ كنوبا، أخبري ديانا أننا طلبنا لها اللاتيه. آيس، أربع لاتيه. ماذا تقصدين بفتاة؟ أي فتاة؟ لدينا الكثير من الفتيات في المدرسة. حسناً، هيا. لقد قالت أنها لن تأتي بمفردها. ماذا؟ مع من؟ فتاة ما قالت أنها ستأتي وتشرح كل شيء. آيس، خمسة لاتيه. لقد طلبوا خمسة لاتيه. زيني، اتصلي بأمك وأخبريها أن تحول لنا المال. لما أمي؟ لأن أمي أعطتنا المال لأجل اللاتيه البارحة. طبعاً فتيات، يجب أن نجد أصدقاء لكي يدفعوا لنا. بنات، لاتيه على حسابي. شكراً لك آيس. شكراً لك آيس، أنت لطيف جداً. وقحات، لن نحصل على اللاتيه اليوم. ميا، يبدو أنني أخبرتك بكل شيء، لكن إن كان لديك أي سؤال يمكنك أن تسألي. لدي سؤال واحد، هناك شباب وسيمين في المدرسة؟ أجل، لكن أغلبهم مرتبطين. هيا سأعرفك عليهم. مرتبطين؟ لا بأس، سيصبحون عزاب. هذه المدرسة بها الفاشلين ولاعبي كرة القدم ولاعبي كرة السلة. صديقي لاعب كرة السلة. ها هم لاعب كرة السلة. صديقي هو الذي يرتدي بدلة صفراء، إنه رائع. أجل. سمايل، مرحبا. 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 من هذا؟ أولاد، فلتتعارفوا، إنها ميا. مرحبا. حسنا ميا، انظري، هذا سمايل صديقي، وهذا تيمور صديق كنوبا، وهذا ماكس صديق ماري. فهمت، من هي كنوبا وماري؟ كنوبا وماري هن مشجعات في فريق بوني. ديانا، من هذا؟ سمايل، حسنا، صديقة أمي جاءت عندنا، وهذه ابنتها. حسنا، لقد شعرت بالملل وطلبت مني أن أحضرها معي للمدرسة. ديانا، صديقتك تعب من انتظارك. حسنا سمايل، أنا وميا سنذهب للمقهى، أراك لاحقا. حسنا. حسنا ميا، هيا سأريك مقهى المدرسة. ميا. أجل، هيا. حسنا، لقد رقصت وحتى الفاشلين صفقوا لي. راين، ساعد من أجلك.
أنا سعيد أيضاً، بعض الفتيات طلبوا مني حصصاً. راين مرحباً مجدداً، أتعلم ماذا؟ أنظر، لدي تذكرتان للسينما في الصف الأخير، أتريد أن تأتي معي؟ ليالي لست مستعداً للذهاب معك. حسناً راين، الخضراء مرتبطة، يمكنك أن تقع في ورطة مع صديقها وأنا غير مرتبطة. اسمعي ليالي، لقد أخبرك أنه ليس مستعداً ليذهب معك، إنه يفكر فقط في الرقص. وهذا هو المقهى، نحن نظل هنا كثيرا. مرحبا فتيات. مرحبا. مرحبا ديانا. اللطيخة ستبقى أصبح باردا. ديانا، هذه هي الفتاة التي بسببها تأخرت. هذه ميا، ستبقى في منزلي لبعض الوقت. هل أنتم مشجعات باني؟ أجل اسمعي ديانا، لا أفهم، هل هذه صديقتك الجديدة؟ لا كنوبا، هذه ابنة صديقة أمي، ستبقى معي لبضع أسابيع. هذه الفتاة التي جاءت؟ أمل لا تدرس هنا معنا. أكره عندما تأتي فتيات جديدة للمدرسة. بروفاستي، أنا هنا، أريد برجر. أجل، آيس برجر، برجر. سننظم حفلة في منزلي، من سيأتي؟ ديانا سعيد برؤيتك. راين، هل أنت تتغزل بي أم ماذا؟ راين، أنسى صديقنا. راين، لا يجب أن يحدث هذا مجدداً، تعلم لدي سمايل. آسف ليالي، تتبعني ولا أعرف كيف أتخلص منها. راين، لكن ليس بهذه الطريقة. إذا فتياتها سنحتفل هذه الليلة؟ أجل. اسمع فتيات، أيمكن لإحداكن أن تعيرني بذات المشجعات؟ إنها رائعة. هذا اللاتي خاصتي، وفقط المشجعات من يرتدين بذات التشجيع. آيس، لا أفهم ما مشكلتي، لما جميع الأولاد يرفضونني؟ أظن أنه يجب أن تكوني أكثر لطفاً، أنت ويانا مثل الفئران. آيس، أنا فقط أبدو كالفأرة، لكنني في الداخل لطيفة ورقيقة. بالنسبة لي أنت كالصبار، ولهذا السبب يخاف منك الأولاد. أنتم مثل بعضكم البعض، راين سيكون لي. ليالي، أنا لست مهتماً بهذا. آيس، أين هو البرجر؟ برافاسي، ألا تريد أن تشتري لنا 3 لاتيه بالدين؟ أجل، أستطيع 3 لاتيه آيس. بروفاسي ماذا؟ حسناً، أنا أمزح، آيس ألغي الطلب. معلم مايك، لما أحضرتنا هنا؟ كنا نريد أن نذهب للمقهى. أنا أريد اللاتيه. ربما المعلم مايك سيطرح علينا بعض الأسئلة. شباب، جمعتكم هنا من أجل الأعمال الخيرية، تعرفون أنني أحب الحيوانات. هناك بعض الحيوانات التي تقطن في المنازل والأخرى تقطن في المناجم. يؤسفني سماع هذا، كيف يمكننا أن نساعدهم؟ شباب، بالطبع يمكنكم المساعدة، هناك 140 حظيرة للكلاب يجب تنظيفها. أوه، 140 حظيرة، هذا كثير. ماذا سننظف؟ الفضلات؟ أجل جيجي، فضلات الحيوانات، من سيساعدنا؟ حسن المعلم مايك، بالطبع أنا أحب الحيوانات، لكنني لا أريد تنظيف فضلاتهم، أنا لا أنظفهم حتى في منزلي. معلم مايك، أنا مستعد للمساعدة، أنا أيضا أحب الحيوانات. أحسنت كيف، رائع شباب. غدا سنستيقظ على 6 صباحا ونذهب لتنظيف الملجأ. ستصبح رائحتنا نتنة. بنات اهدأوا، أتظنون أنه دائما عليكم أن تضعوا أحمر الشفاح؟ شباب، خذوا بعض الماء والأكل معكم، سنكون هناك طوال اليوم. رائعا جدا، سنقوم بمساعدة الكلاب. بنات، الآن ستكون الحصة الأخيرة، يمكننا أن نتغيب عنها. ديانا، هل ميا ستكون معنا في الحفلة أيضا؟ أجل، ستعيش معي لبضعة أسابيع. بنات أسرع، أريد أن أذهب للمنزل. ديانا، أمل ألا تصبح صديقتك المفضلة. لا كنوبا، بالطبع. بنات، هل ستأخذونني للحفلة؟ ديانا، هل أتخيل أم أنه معجب بك؟ راين، أظن أنني حضرتك سابقا على هذا، والحفلة ستكون للفتيات فقط. أنا صديقكم، سيكون الأمر ممتعا. ألا تفهم، الحفلة للفتيات فقط. اسمع راين، انظر، سنأخذك معنا حتما إلى حفلة أخرى، لكن اليوم هناك حفلة للفتيات فقط. ديانا أرجوك، أنا أريد الذهاب للمنزل. انظر انظر، إنه يتغزل بها حقا. آمل أن يدخل سمايل. آمل ألا يفعل. راين، أنا أخبرك مرة أخرى، هذا لن يحدث مجددا، وإلا صداقتنا ستنتهي. لا أفهم. مرحبا سمايل. سمايل، راين فقط أراد أن يذهب معنا للحفلة، لكن شرحت له أنه لا يمكن له ذلك لأنها للفتيات فقط. اسمع سمايل، لا أحب راين ذاك. يقول أنه صديقهم لكنه يتغزل بديانا. اسمع راين، هيا لنتواجه. حسنا سمايل، ديانا هل آتي للحفلة؟ راين على مهلك. سمايل اهدأ، لست بحاجة لتواجه راين. ديانا بل يجب، نحن مخطوبين تقريبا، إن نسيت هذا. تعال هنا. هيا. تبا، ماذا سيحدث الآن؟ شيء سيء. لن نفعل أي شيء اليوم. ديانا لا تتدخلي. ابتعدوا. إذن سمايل ماذا؟ ابقى بعيدا عن صديقتي.
أنا صديقها وأعطيها نصائح. اسمع سأعطيك نصيحة، ابقى بعيدا عن صديقتي، إنها لا تحتاج لنصائحك، لديها أنا صديقها. اسمع اسمال لا تتشاجر أرجوك، لقد أخبرت راين بأن لا يفعل هذا مجددا. صحيح راين، لن تفعل هذا مجددا. ماذا فعلت؟ أحاول أن أكون لطيفا. أن تضع يدك على صديقتي ليس بالأمر اللطيف. اسمايل حسنا اهدأ، لقد شرحت لراين كل شيء. صحيح راين. ديانا لا تتسكعي معه مجددا. ماذا تقصد؟ أنا وديانا أصدقاء، إنها صديقتي. إنه يثير غضبي حقا. اسمع راين، إنه ليس الوقت الصحيح لتذكر اسمايل أننا أصدقاء. ديانا ماذا؟ هل سنذهب أم لا؟ هل سندرس الحصة الأخيرة؟ أجل ديانا، هيا بنا. اسمايل إنه وقت ذهابنا، لن نذهب لأي مكان فتيات، سندرس الحصة الأخيرة. وأنتم فتيات لديكم تأثير سيء على ديانا، لا مزيد من الحفلات. حسنا شباب، هذا ليس هو اليوم الأفضل. ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. أراكم لاحقا، إلى اللقاء. لا تتحدث مع ديانا هكذا، إنها صديقتي وسأدافع عنها. يبدو أنه لا يفهم أي شيء. سمايل اهدأ شباب، هذا كل شيء، انتظروا الفيديو الجديد، يجب أن أوقفهم. أولاد